وقت الأبراج ليوم الأحد 14/5 الحمل هتلاقي تحديات في العمل، واهتم بالأصدقاء الجدد واحتفل النهاردة اليوم يوم سعادتك. التور خليك شجاع النهاردة في الحاجات اللي هتواجهك. الجوزاء هتتمتع بحال جيد جدا نفسيا وصحيا. السرطان حاول ان انت تكون تيم ليك وتعمل عمل جماعي، هيكون ليك دور بارز النهاردة. الأسد ما تيأس، ركز بس كده في اللي انت هتعمله عشان تتخلص من مشاكلك. العذراء هتبقى مليء بالطاقة والحيوية النهاردة. الميزان واجه التحديات النهاردة بشكل ايجابي. العقرب حماس اليوم مفرط فيه فاستخدمه لصالحك. الثور كن متجدد وغير اسلوبك الجدي، كل حاجة هتعملها النهاردة تنجح فيها. الدلو خليك قوي عشان تتحدى من يقف بطريقك. حوت تواصل مع المقربين. شكرا.